شروط الحجاب تاني، والله ما بزهق وهفضل اقول طول ما بتطلعوا تطلعوا تحديات، يقول لك التيك توك ما اعرفش تطلعي وتعملي ايه من العربيه وتغنوا، دلوقتي مش عارفه ايه طالع اطلعوا يلا بخلع الحجاب يلا اخلعوا تحدي، وتطلع دي فلان والعلانه والممثله دول والله ممثلين انا مش خاصيه، دول ده لهم نجوم ولا هم رموز ولا رموز ايه ونجوم ايه؟ مين النجوم؟ اصحابي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه النهارده الجمعه، اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. شروط الحجاب تاني نقولها، استيعاب رقم واحد، استيعاب جميع البدن إلا ما استثنى إن ألا يكون زينة في نفسه، رقم اتنين ما يكونش زينة في نفسه، القول صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم، مين؟ رجل فارق الجماعة وعصى الإمام ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبقى من سيده فمات، وامرأة اسمعوا وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. مش هنشفع لهم النبي عليه السلام، أخرجه الحاكم، الحديث صحيح أخرجه الحاكم وأحمد، ده دي كارثة. حديث كمان أجيب لكم علشان أنا إيه يعني حبة كده يبقى كل حاجة بالورقة والقلم. حديث الرسول عليه السلام خلاص قلنا صنفان وحديث كذا وحديث العري، خليني علشان إيه عامله لكم في ورق. أن يكون صفيقا لا يشف، يعني إيه؟ الستر ذات نفسه ما بيتحققش إلا لما تمم عليه الحجاب كله، الشفاف ده ملناش دعوة بيه، لكن بقى أزيد فتنة المرأة وأزيد فتنة النساء وأعمل زينة عليه ويبقى كمان شفاف، لا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنهن النبي حديث النبي فإنهن ملعونات، كارثة كارثة. وزاد في حديث تاني لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. حديث أبي هريرة وقال ابن عبد البر أراد النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن الثياب من الثياب الشيء الخفيف اللي هو بيصف ولا يستر البدن، فهن كاسيات بالاسم عاريات، في الحقيقة ده تفسير. رابع حاجة أن يكون فضفاض يا جماعة، يكون فضفاض غير ضيق، ما بقاش ماشي لا دي ما معروف مقاسها، او تروح عند راجل يقول لك لا انت اخرها 32، ليه؟ لانها لابسه ضيق، الدنيا متجسمه، ما ينفعش. الغرض من لبس الثوب انه ما يكونش فتنه، والكلام ده ما بيحصلش الا اذا كان هو يكون واسع وفضفاض، الضيق ده لا، ويكون ساتر لون البشره، لان زي ما قلت لكم حديث عائشه في الاول ما يبينش حجم الجسم ولا جزء منه ولا بعض منه، ولا الرجال يبصوا عليها فيتعرف ان ده لا ده كذا ولا كذا، دي دعوه طبعا للفساد، دي دعوه للفساد على طول. يجب ان هو يكون واسع. قال اسامه بن زيد كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيه كثيفه مما اهداه له دحيه الكلبي فكسوتها امراتي، اي لها تلبس الثقيل اللي ما يبينش، فبيسأل فقال أما لك لم تلبس القبطية ديت؟ قلت الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأله، قال كسوتها امرأتي، فقال مرها فلتجعل تحتها غلال، تلبس تحتها بطانة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، اللي بتقول لي البنطلون ها اللي بتقول لي البنطلون عامل عليه حكاية وأفلام وجروبات وزعلانين قوي، مين اللي بيبان حجم العظم ولا ما بيبينش؟ بيبين ولا ما بيبينش؟ الجنس الاسترتش ده اللي اتلبس بلبيسه، ده اللي طلع بلبيسه ما اعرفش طلع ازاي، اصل كانت موضه لفلانه، فلانه دي ممثله وبترقص، فلانه دي ممثله وبترقص، فلانه اصلها كانت لابسه، واحده ردت عليها اسلام فلانه، قلت له هي فلانه دي قدوه؟ هي فلانه دي قدوه يا جماعه؟ فلانه دي مش قدوه عشان تاخديها، اهو نص الحديث، اهو نص الحديث وحديث صحيح اخرجه الضياء المقدسي في الاحاديث المختاره واحمد والبيهقي بسند صحيح. خامس شرط انه ما يكونش مبخر مطيب، يعني يكون عليه عطر. الاحاديث كتيره جدا جدا بتنهي النساء عن ان انها تحط عطر وانها تتطيب اذا خرجنا من بيوتهن، ونحن يعني دلوقتي بقى مش بس خرجوا من البيوت، لا ده هي في كل حال من الاحوال. حديث طبعا سنده منها عن حديث ابن ابي موسى، بيقول نص الحديث كالتالي، انا عايزه بس اجيب لكم نص الحديث لحسن احنا ما شاء الله النهارده اسلام مش موجود والدنيا جميله. أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا منها ريحها فهي زانية،
فهي زانية. عن زينب الثقفية النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيب، ما تحطش طيب. اللي جات تصلي معنا الصلاة العشاء الأخيرة ديت ما تجيش. حديث تاني عن أبي هريرة أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة صلاة العشاء. وسبب المنع طبعا واضح، تحريك الشهوة وأيا كان السبب، هو قال ما تحطيش يبقى ما تحطيش. سادس حاجة ألا يشبه لباس الرجال، حديث ما يبقاش متشبه، احنا قلنا لا يشبه لباس الكافرات ولا يشبه لباس الرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. سابع حاجة طبعا زي ما قلت لكم ألا يشبه لباس الكافرات لما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلم رجالا ونساء التشبه بالكفار سواء في العبادة أو في الأعياد أو في الأزياء بتاعتهم. وطبعا دوت قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية. طبعا دلوقتي بقى كتير من الأيام دي يخرجوا لك عن القصة دي خالص، لا ده ما ينفعش، وأن احنا يجب أن احنا نعرف الشروط دي. لا يشف، لا يصف، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون معطرا، يكون واسع في الفاض، ما يكونش ده، يكون ساتر للبدل مغطي من الرأس إلى إيه؟ إلى فتحة الجيب ومداري، وما يكونش بقى مداريه لحد هنا ولابسه إيه الصق لحد هنا ولا البنطلون. وديكوا جبت لكم حديث بتاع العظام. لكن تطلع واحدة بكلام لا ليست قدوة، ليست أهل للفتوى، ليست في أي ولا أي ولا رمز حتى، وتيجي تقول لك لا أصل ما ينفعش ونلبسه أصل دوت رمز سياسي ومش عارفة إيه وكسر إيه ده؟ إيه ده؟ بتجيب الكلام ده منين وبتطول الكلام ده وتتفقعوا على الناس وتقعدوا تفتنوا الناس في دينهم؟ عايزين من الناس ايه؟ ما ينفعش الكلام ده، ما والله العظيم ما ينفع الكلام ده. وكل ام وكل اب والله انت تسأل عن البنت طالعه من بيتك، بنتك طالعه ازاي وانت الشاب اللي في البيت ابو شنب انت؟ طب طلع عقتك كده ازاي؟ فين الرجال اللي مطلعين سوي يسمحوا للكلام ده؟ تقول لك الحريه دي مش حريه شخصيه، ادام ارتضيت ان انت عبد لله يبقى انت تسمع كلام سيدك. انت ارتضيت انك تكون عبد ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن اسمع كلامه في حته واسمع وما اسمعش كلامه واقول له انا عايز يا رب اعمل لي ويا رب سوي لي وانت مش سامع كلام ربنا سبحانه وتعالى، لا ده صعب، صعب الكلام ده يا جماعه. وصعب ان احنا نيجي يفتنوا ولا يعملوا، نسال الله ليهم الهدايه، يا رب اهديهم واهدي الامه كلها واهدي النساء وتتحجب كلها ويبقوا نساء يعني جواهم زي براهم طيب، تبقى مباركه صالحه نافعه حافظه للغيب، مديه امانه ربنا والامه استرعاها عليه في بيتها مع زوجها ومع اولادها. ندعو لهم بالهداية. لكن ما تجيش تفتني لبقية النساء وبقية البنات وقولك أصل فلانة وفلانة 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 كل دول، طب ما فلانة كانت لابساها ما أكيد عرفت حد. يا بنت عرفت إيه ومين اللي معرفتش؟ هي هوى نفس، هو هوى نفسه وحب دنيا وخلاص وحب شهرة وكذا. واحدة عندها 50 سنة ولا بتاع عايزة تشوف عايزة ترجع شابة تاني ولا والله ملوش علاج. والله العجز والكبر في السن الحاجة الوحيدة اللي ملهاش علاج. ها روح حطي لك زيت زيتون وشوفي لك حالك، لكن غطي نفسك، لكن غطي نفسك وما تدعيش للسفور والعري وتقولي قمع للمرأة. ده كلامكم ده هو اللي قمع. انتوا عايزين تعروا المرأة، انتوا عايزين تطلعوها من حيائها ومن أدبها ومن خمارها ومن عفتها. وطول ما هتطلع طول ما هنطلع لكم، وكل ما هتقولوا طول ما هنطلع، والله احنا ما بنزهق. ودام دين ربنا خط أحمر، ودام دين ربنا خط، محدش يجي ولا يقول كلام ولا يتفقه ولا يبدله بالدين. ايه ده؟ بدأ الإسلام غريبا صعيد غريبا كما بدأ، فطوبة طوبى للغرباء، ناس تعض على دينها كده بالنواجذ. يا ليتني حسرة يوم القيامة ما اتخذت الفلان ده خليل ولا صاحب ولا اتبعته. ايه يا رب إنا اتبعنا سادتنا وكبرنا فأضلونا السبيل. احنا مال ولا يجي الشيطان يقول لهم ولا انا بصرخهم وانتم بصرخ سمعتوا كلامي وانا مالي انا كل واحد بحاله دلوقتي. اوعي يا بنتي وانت يا دي الام يا اللي سامعه كلامي، وانت يا بنات اعدادي وثانوي وجامعه، اوعي تسمعي الكلام ده. جمالك يا بنتي في حجابك، جمالك في حيائك، جمالك بتمسكك بالدين، لكن بالقصه العظيمه اللي احنا فيها ده ما تسمعيش الكلام ده. ده زمن الفتن، والله زمن الفتن. مالكيش اسمعي ما قال الله، قال رسول الله واعلمي ان من ترك شيئا لله ابدله الله، والله ابدله الله خير منه وعوضه الله خير منه. لكن عايزه تلبسي البس شهر، عايزه مش عارفه تلبسي ايه، عايزه تعملي ايه، لا 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 خالص. انا زي امهات المسلمين، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يمن بالستر والعفاف والهدى والتقى والعفاف والغنى لامه محمد كلها، ويا رب يستر بنات المسلمين. اللهم امين. ما تسمعوش كلام الناس دي يا جماعه، ما تسمعوش كلام الناس دي. اللهم بلغت، اللهم فجر.